يقول السائل: ما حكم عدم تطليق المرأة الناشز المتبرجة التي عندها أولاد؟ نعم، كأن زوجته امرأة ناشز متبرجة. تبرجة؟ أي نعم، وعندها أولاد. ينصحها ويلزمها بالحجاب، يلزمها بالحجاب لأنها زوجته، تجب عليها طاعته، وهو ولي عليها وراع عليها، فيلزمها بالحجاب ولا يطلقها، ما يطلقها، يلزمها بالحجاب، فإن أبت وامتنعت يطلقها حين ذاك. نعم.